افتعش. إذن وبعدها بعد التعويض سنقوم باستخراج هذه هي معادلة المستوي كي. إذن بكل بساطة أوكا مباشرة سنكمل. لاحظوا جيدا السؤال الذي جاء بعدها، قال عين تقاطع المستويات الثلاثة بي وابي سي بكل بساطة. لاحظوا عندنا المستوي ك مع المستقيم دلتا فتحة، يحدث بينهم أن استخرجنا بينهما نقطة. إذن كيف؟ بنفس الطريقة قمنا بأتيان معادلة التمثيل الوسيطي بدلالة تي فتحة، وقمنا بتعويضه في هذا المكان في المستوي، في المستوي الذي تحصلنا عليه الآن. ها هو أمامكم. قمنا بإتيان التمثيل الوسيطي ووضعناه هنا، فتحصلنا على ماذا؟ تحصلنا على تي كم؟ صفر. وبعدها قمنا بتعويضه في ماذا؟ في التمثيل الوسيطي، فتحصلنا على النقطة، ما هي؟ نقطة اش. لما تحصلنا على النقطة اش، وها هو التمثيل الوسيطي أمامكم لدالتا فتحة، وها هو المستوي كي أمامكم. قمت يعني بتعويض هكذا فتحصلت على تي فتحة هي الصفر، ثم أتيت وعوضتها هنا فخرجت هذه النقطة مباشرة. الآن نكمل تعيين نقاط التقاطع الثلاثة. إذن تحصلنا على النقطة هذه آش، نكمل. إذن أصبحت النقطة الأخيرة التي تنتج عليهم هي النقطة، لأن P و ABC يعطي لنا ماذا؟ دالتا فتحة. الآن دالتا فتحة تقاطع مع Q، استخرجنا قيمة T وعوضناها في معادلة المستوي كي فتحة كي، فاستخرجنا بهذه النقطة مباشرة. نأتي إلى السؤال، عين إحداثيات النقطتين جي وجي فتحة اللي هي المرجح. أولا لاحظوا هذا ليس مرجح، مركز ثقل، مركز الثقل كملاحظة دائما هو المعاملات هي A واحد و B واحد و C واحد، هذه من خصائص مركز ثقل. إذا كان أربع نقاط واحد واحد واحد، إذا كان ثلاثة واحد واحد، إذا كان اثنان واحد واحد، كلمة ماذا؟ مركز ثقل، هو المرجح ذو المعاملات واحد واحد واحد. وتعلمون قاعدة المرجح، فاصلة النقطة في المعامل، المعامل هو واحد، والترتيب وفاصلة النقطة على مجموع المعاملات هو الثلاثة. ها هي أعطت لكم كما، قوموا بالتعويض، ها هم الإحداثيات أمامكم الآن، نعم الإحداثيات A و B و C، عوضوهم هنا ستجدون هذه النقطة. أما الثانية التي هي، لاحظوا جيدا سأقوم بتوضيح التمرين. أما النقطة G فتحة، ها هي النقطة G فتحة، عدد المعاملات كم؟ ثلاثة ناقص واحد زائد واحد، كم؟ ثلاثة. يصبح ماذا؟ فاصلة النقطة A في معاملها، زائد فاصلة النقطة B في معاملها، زائد نقطة C في معاملها، على جمع معاملات هو الثلاثة. ها هو أمامكم مشروع، وها هي النقطة G فتحة بكل بساطة. نأتي إلى تعيين مجموعة النقاط. عين مجموعة النقاط في كل هالة. لاحظوا هنا كم معامل، هذه وهذه وهذه، أو تلاحظون إنه واحد وواحد وواحد. ما هو؟ إذن هذه واحد وواحد وواحد، شرحتها من قبل، قلت هكذا A واحد B واحد و C واحد. هذه الجملة مثقلة، ما هو مرجحها؟ هو G. إذن كم نتحصل؟ نتحصل على ثلاثة هنا، ثلاثة أم جي يساوي ماذا؟ يساوي ستة. لماذا لو تدخلون، لاحظوا لو نقوم بإدخال هنا النقطة جي، إذن هذه الجملة مرجحها هو جي، تصبح أم جي زائد جي أ زائد أم جي زائد جي بي زائد أم جي زائد جي سي يساوي أم جي أم جي أم جي، تعطينا ثلاثة أم جي زائد جي أ زائد جي بي زائد جي سي.
هذه تعطي لكم الشعاع المعدوم لأنه جي مرجعها. إذن هذا يذهب، هذه الزيادة تذهب، ماذا بيبقى؟ يبقى لنا هذا، هذا هو اللي قمنا بتعويضه هنا. وبما أنها طول يعني يذهب الطاولة وتذهب كل شيء، ماذا يبقى لكم؟ يبقى لكم هكذا، يبقى لكم 3 ام جي لأنه طول يساوي 6، يصبح ام جي يساوينا ماذا؟ يساوينا 2. هذا هذا ثابت وهذا ثابت وهذه متحركة. مباشرة لما يكون عندكم هكذا يساوي ثابت ام في جهة واحدة، يعني ام هنا فقط ليس في هذه الاتجاه في هذا الجهة، اعلموا انه مباشرة سطح كرة، مركزه النقطة الثابتة. ما هي النقطة الثابتة التي عندكم هنا؟ النقطة الثابتة، لاحظوا ما هي النقطة الثابتة، اكرر النقطة الثابتة هي جي، ونصف القطر ما هو؟ هو هذا العدد. اذا هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 2. لو كانت هنا عندكم تساوينا ام جي تساوينا ا بي، لكن ا بي لو تحسبونه في الاخر ستجدونه عدد، معناه مثلا مثل 5، تصبح ام جي تساوي 5. هذا كذلك سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها ا بي فقط. نكمل مع السؤال الاخر، تابعوا جيدا، لاحظوا واحد معامل واحد معامل واحد معامل واحد، لاحظوا معامل 3 وناقص 1 وواحد. هذه الجملة كم هو مرجعها؟ هو جي، وهذه هي جي فتحة. ماذا تصبح لديكم؟ لاحظوا بعد ذهاب كل